قلت لحضراتكم من خلال المؤتمرات الصحفيه اللي تم عقدها اليوم، الكل الحقيقه ينظر الى شيء واحد وهو مؤازره المنتخب، او الكل ينتظر مؤازره منتخب، مش مؤازره منتخب بالكلام او على السوشيال ميديا، لا مؤازره منتخب بالتواجد في الملعب بكره. ملعب بكره الساعه 6، والتذاكر زي ما قلت لحضراتكم امبارح التذاكر يعني على قد الايد يعني. فبالتالي اللي بقوله لحضرتك انه الفتره او المباراه دي مباراه مهمه جدا جدا جدا، والبرتغالي روي فيتوريا عقد مؤتمرا صحفيا للحديث عن هذه المواجهه، واتكلم في العديد من التفاصيل الهامه والفنيه للمباراه، واكد على الرغبه والعزيمه على جاهزيه الجميع في تغطي هذه العقبه، واللي بيعتبرها بدايه انطلاق نحو حجز مقعد في كاس العالم لكره القدم ضمن المنتخبات الافريقيه التسعه اللي هيكونوا موجودين، والنص بقى اللي هيحصل زي ما شرحنا لحضراتكم من يومين. ايضا كما خلال المؤتمر الصحفي تحدث محمد النني احد كباتن المنتخب، والحقيقه كلامه كان كله ايجابي ومطمئن ان الجميع بيعرف جيدا حجم المسؤوليه الملقاه على عاتقهم خلال هذه الفتره ومع بدايه تصفيات كاس العالم. عموما خلينا نطلع نشوف ماذا قال روي فيتوريا وماذا قال كابتن محمد النني في هذا المؤتمر، ونرجع نكمل مع حضراتكم مرة أخرى. وطبعا الظروف اللي احنا فيها دي وخاصة مع المباراتين دول تعتبر ظروف خاصة جدا. يعني احنا هنلعب المباراة، وبعد المباراة اليوم اللي بعده هيكون معانا رحلة طيران تقريبا بما يقارب التسع ساعات. ويومين فقط اللي هو الفرق بين مباراة ومباراة، وبعد كده نلعب المباراة اللي بعدها. واكيد اللي هيكون بيشارك في المباريات اللاعبين اللي احنا شايفين ان هم هيقدروا يحاربوا ويقاتلوا بشكل قوي جدا من اجل الفوز في المباراتين دول. ولحسن الحظ ان احنا ما عندناش فريق 11 لاعب فقط، لا عندنا فريق فيه عناصر كثيره جدا. فهنبتدي يكون اسلوبنا ان احنا اول حاجه هدفنا ان احنا نفوز في المباريات. واش عندي certeza que amanhã eu vou ter os 25 jogadores a quererem muito jogar. انا متاكد وبشكل قاطع ان بكره هيكون ال 25 لاعب اللي عندي في الليسته كلهم بيتمنوا ان هم ينزلوا المباراه ويأدوا في المباراه. يجار porque se sentem bem a jogar uns com os outros, porque querem enfrentar o jogo, querem ter prazer no jogo e querem lutar pelo ganhar, pelo para ganhar. هيكون كلهم عايزين ينزلوا المباراه يقاتلوا من اجل الفوز عشان يستمتعوا بالمباراه عشان يكونوا برضه بيساعدوا زمايلهم من اجل الفوز، فاكيد هتكون الرغبه موجوده قويه بكره لفريق مصر ان شاء الله. بيتهيألي احنا اكيد بنتكلم مع بعض يعني. بس اكيد مش محتاج كلام دي. يعني اهميه كاس العالم واهميه اي لاعب يلعب في كاس العالم، فديت حاجه مش محتاجه كلام تهيألي يعني. فطبعا احنا بنتكلم مع بعض بنتكلم على اهميه المرحله اللي احنا داخلين عليها ككاس عالم كبطوله افريقيا، فبالتالي كل الناس يعني حاسه بالمسؤوليه ديت وحاسين ان احنا عاوزين نعمل حاجه لنفسنا والمنتخب يعني. نيشت مانت انتندمس كي يو انتند كي الناس بيرسبكتيفا تن كسير او ميزم تيم تيرا كواليداد مش بسيفيل ير اكريشنتاندو جنت جوفن تمام اصلاسون. فعشان تبقى عارف ان وجهه نظري ان احنا برضو من هدفنا ان احنا يكون في عندنا كفاءه فنيه حاضره معانا في العناصر ماشي، وعلى قد ما نقدر برضو نقدر ان احنا نوفر كفاءه فنيه مع عنصر يكون حديث السن شويه. اشك مي ميسيون هي تمام اسكولير دي فاكتو ميور ايكيبا ماز او ميزم تيم بريباراندو اكيلو كو فاي سير او فتور ايمدياتو او فتور ميديو برازو دا سلاسيون ناسيونال. لان انا طبعا هدفي الاساسي او وظيفتي الاساسيه جاي في ان انا المفروض بختار الفريق او العناصر اللي هي بتمثل المنتخب، بس في نفس الوقت انا برضو دوري ان لازم اكون بعمل اعداد لخطه قصيره الاجل وخطه طويله الاجل من اجل منتخب مصر. كوم دافين تامين كالكولار اكزاكتمنت يو تين فاكت جا مونتا اكسبيرينسيا نيست سي ترينادور. انا طبعا خبرتي كمدرب خبره كبيره. E já vivi essas experiências todas, né? Situações dessas. Comecei por dizer exatamente isso, que nós nunca sabemos qual é o jogo importante. E حصلت قصادي مواقف كثيره زي كده وعشتها بنفسي، وعشان كده لسه من شويه قلت لكم ما تعرفش في الاخر هتكون ايه هي المباراه اللي كانت مهمه جدا بالنسبه لك اللي كانت مباراه الحسم. Já revi e já fui ver jogos com o Quênia,
jogos com a Zâmbia, jogo com a Angola, jogos que nas fases anteriores, em várias competições, CAN e Campeonato do Mundo, jogos que complicaram o processo. يعني شفت ان في قبل كده وتابعت ان في مباريات اعطلت مصر السودان من التاهل لكاس العالم، ممكن مباراه كانت مع السودان، مباراه مع زامبيا، مباراه مع الجزائر، مباراه مع كينيا او انغولا، الحاجات دي اثرت على منتخب مصر انه يقدر يتاهل لكاس العالم. حضرتك بتتكلم فيها اللي احنا بصراحه يعني احنا بنبقى زعلانين جدا طبعا اللي احنا بنيجي نلعب في بلدنا وفي استاد القاهره وما فيش في جمهور يعني، فاحنا بنشوف لما بنروح الجزائر بنروح اي بلد افريقي اي بلد تونس اي بلد افريقيه بنشوف جمهور مع المنتخب، بنشوف قد ايه الجمهور مالي الاستاد، فبتهيألي يعني دي بتبقى نقطه قوه بالنسبه لهم يعني. احنا بنشوف دايما اي فرقه بنروحها اي فرقه كانت صغيره كبيره بقى الاستاد مليان، فانا بشوفها شويه اللي هي يعني مش كويسه اللي احنا نلعب في المنتخب في بلدنا هنا وما فيش جمهور، ويعني بتمنى الجمهور تاني يرجع تاني الاستاد ويبقى مالي الاستاد عشان احنا كلنا بنحب البلد يعني، كلنا بنحب منتخب مصر اكيد، والناس حبانا نكسب وحبانا المنتخب يوصل كاس عالم وناخد بطوله افريقيا، فاحنا بناخد يعني القوه دي منكم يعني، بناخد القوه دي من جمهور مصر طبعا، فبتمنى ان شاء الله بكره يكون الاستاد مليان ان شاء الله ويكونوا جنبنا في كل الخطوات اللي احنا جايين عليها. ايوه كريا صوت ابروفيتار اشتا بارت نصيصة. انا برضو كنت عايز يمكن استغل النقطة دي واتكلم على حاجة معينة. Nós temos que conquistar de facto novamente os adeptos egípcios. احنا لازم يعني نقدر نكسب ونقترس ويكون في صفنا دايما الجمهور المصري. Nós estamos a ir fazendo a nossa parte. É jogar com entusiasmo. É jogar a querer ser uma equipa afirmativa no jogo. É jogar com uma equipa grande. E portanto, isto vai levar a que as pessoas vão cada vez chegando mais a nós. وتهتم ان هي تتابع المنتخب ومباريات المنتخب. Não é de um dia para o outro, porque de facto as pessoas habituaram-se muito tempo a estar a ver televisão e a ver os jogos na televisão. فهي مش مساله يوم واليوم اللي بعده الناس هتحضر، لان الناس دلوقتي اتعودت كتير ان هي تقعد في البيت وتتفرج على المنتخب وفي التلفزيون. Mas eu quero deixar um desafio também a todos os egípcios. بس انا عايز ادي يمكن زي نقطه تحدي كده لكل الجماهير المصريين. Nós somos grandes, somos uma grande nação. احنا امه او بلد كبيره e queremos ser grandes dentro do campo. لازم نكون كبار داخل الملعب e acho que também devemos e temos que ser grandes fora do campo. وكذلك برضو نكون كبار خارج الملعب. E a mim custa-me ver alguns países que têm de facto muita gente no estádio e estes jogadores são craques, são jogadores de exceção, não ter essas pessoas no estádio. وازعل قوي وقت ما اشوف ان في منتخبات ما فيهاش نفس العناصر اللي عندنا بيبقى حضور جماهيري قوي، واحنا عندنا لاعبين مميزين على مستوى عالي ولاعبين برضه حالتهم نقول حاله استثنائيه قويه وما يبقاش فيه حضور جماهيري. Nós estamos na presença de um dos grandes jogadores do mundo. يعني معانا دلوقتي حضور للاعبين يعتبروا من اهم اللاعبين على مستوى كره القدم العالميه. Mas nós temos que estar presentes todos e nós queremos que o egípcio faça parte destas vitórias que nós vamos conquistando. ولكن واجب على الجمهور المصري ان يكون حاضر وبيدعم، لان احنا عايزين في الاخر ان النتيجه تكون برضو جايه من دعم الجمهور المصري. برضو كلام مهم جدا الحقيقه، يعني كلام مهم جدا في هذا الامر، لانه انا الحقيقه اللي يهمني وزي ما قلت لحضراتكم وزي ما دايما ما بتكلم مع حضراتكم فيما يخص الجمهور، مباراة مصر منتخب مصر ومنتخب تونس الودية اللي كانت من شهر تقريبا او من شهر ونص، وكانت في ملعب الدفاع الجوي، مصر بكل نجومها، مصر بمحمد صلاح بمرموش بمصطفى محمد بكل نجومها بزيزو بالشناوي بكل الناس، وتلعب تونس بكل نجومها، ولم نجد في المباراة غير 20 30 واحد موجودين بيتفرجوا على هذه المباراة. اتمنى ان الموضوع ده ينتهي ابتداء من بكرة، يكون عدد الجماهير يعني 30,000 ان شاء الله بكره نجد 30,000 متفرج موجودين في استاد القاهره لمؤازره منتخبنا الوطني.